أربع قرارات من مجلس الوزراء كلها مرتبطة بجهود يعني مقام وزارة العدل مشكورة. كان عندنا نظام المحكمة التجارية، عندنا تعديل نظام الرهن التجاري، نظام الحقوق بالأموال المنقولة، وفي عندي اتفاقية أيضا مرتبطة بالتسويات في الوساطة. فيبدو واضح في جهود مشكورة رغم أزمة الكورونا ورغم أزمة الدنيا، هناك جهود مشكورة لمجلس الوزراء ووزارة العدل. النظام نقلة نوعية أقل ما يقال عنه جبارة في الإجراءات وفي سرعة التقاضي للمحكمة التجارية. المحكمة التجارية طبعا تنظيمها القديم لن نقول عمره، وهو نظام قديم جدا من سنوات وعشرات السنوات، وبالتالي اليوم جرى عليه تعديلات شديدة. اليوم أعد نظام جديد بالكامل لتنظيم عملية التقاضي أمام المحكمة التجارية. أبرز ما فيها إذا على السريع، أولا يعني إقرار موضوع تهيئة الدعوة لكي للاستعجال بالدعوة، يعني ممكن أن يكون قبل أي جلسة هناك تبادل مذكرات وهناك أعوان للتقاضي يجهز الدعوة للقضاة. إقرار توظيف أعوان للقضاة من خريجي الشريعة ومن خريجي الأنظمة. إقرار أقسام للدراسات والبحوث، كل هذا تعين القاضي لسرعة البت. أيضا أقر التبليغات الإلكترونية وجميع وسائل الإثبات الإلكترونية، وبالتالي من الأمور المهم جدا الالتفات إليها هو أقر موضوع التقادم، أن الدعاوى التي الحق الذي يمضي عليه أكثر من 5 سنوات لا يجوز المطالبة به إلا في حالات المستثنات، ولكن لا. الأصل أنه عدم قبول الدعاوى بعد 5 سنوات. جعل إلزامية يعني التزام على من يتقاضى أن يحترم المدد القضائية أمام القضاء، وبالتالي لسرعة البت في القضايا. نعم، طيب أستاذ عاصم، أود أن نسألك يعني السؤال حتى قبل يعني نهاية الوقت، كيف سيسهم هذا النظام كما ذكرت في تحسين أيضا البيئة الاستثمارية اليوم ودخول المستثمرين في المملكة العربية السعودية، كيف سيساهم في تحسين هذه البيئة الاستثمارية ورفع أيضا تصنيفها في المؤشرات الدولية التي هي لها علاقة بالقضاء التجاري؟ قلت لك نقلة نوعية للاستعجال لإقرار كل التعاقدات الإلكترونية، لإقرار يعني حتى دخل في كثير من حجية الصور وحجية يعني خلينا نقول هو تناسب أيضا كثيرا مع جميع وأخذ بجميع المبادئ العالمية في التقاضي. أبرز نقطة نعم سيسهم بشدة بتسريع القضاء التجاري وحجيته. يجوز الاتفاق بين الأشخاص على أن يكون الحكم الابتدائي نهائي دون اللجوء إلى، فهل ثمرته أعتقد ستكون كبيرة جدا.